سؤال: هل وضع الله خطة لفداء أو تخليص الشيطان من الهلاك بعد سقوط الشيطان مثل آدم؟ لا طبعا، لأن لو ربنا كان وضع خطة لتخليص الشيطان كان نفذ تلك الخطة. إن هناك فرق بين خطية الشيطان وخطية آدم. الشيطان لم يغره أحد، وإنما نبع الفساد من داخله بدون أي إغراء خارجي، لكن آدم وحواء كان في إغراء خارجي من الشيطان. دي نقطة. ثاني نقطة: الشيطان كان في درجة روحية كبيرة بعيدا عن المادة. يعني الكتاب بيقول في مزمور 104 آية 4: الذي خلق ملائكته أرواحا وقدامه نار فلتهب. لكن الإنسان كانت المادة جزء في تركيبه، لأنه خلق من تراب الأرض، فكان في درجة أقل بكثير من الشيطان من الناحية الروحانية. كذلك قيل عن الشيطان في سفر حزقيال إصحاح 28 إنه كان كامل في كل طرقه قبل أن يسقط. كان في درجة كبيرة من الكمال ومن الجمال، وكان في السماء بينما الإنسان كان في الأرض، جنة بعد ما كانت في الأرض. وبعدين نقطة ثانية: إن الشيطان اشتهى أن يصير مثل الله. قال في إشعياء 14: أرفع كرسي فوق كواكب السماء أصير مثل العلي. طبعا دي نوع من الكبرياء إلى آخره. نقطة ثانية بعد كده: إن الشيطان حينما سقط أسقط معه عددا كبيرا من الأجناد السمائية، تقريبا من غالبية الرتب السمائية ما عدا رتبتين. لم يقل الكتاب إن حد من الملائكة سقط منهم وهي رتبة السارافيم، لأنهم يرمزون إلى الحب الإلهي كنار تلتهب. كلمة سارافيم يعني يحترقون بالنار، يعني يلتهبون بالنار. ورتبة العروش أو الكراسي، لأنهم يرمزون إلى الحلول الإلهي. لكن أسقط عدد كبير جدا من الملائكة معه، أغراهم فأسقط، وكون بهم جيشا لمقاومة الله. الإنسان حصل شيء أن يكون جيشا لمقاومة الله. النقطة اللي بعد كده: إن الشيطان لم يعرف التوبة إطلاقا، بينما الإنسان كان يخطئ ويتوب ثم يسقط ويضعف ثم يتوب. لم نسمع إطلاقا إن الشيطان قد تاب إطلاقا. بل ظل يقاوم ملكوت الله وسيظل يقاوم حتى النهاية. ولذلك قيل في سفر الرؤيا إصحاح 20 إن الشيطان عندما يطلق من سجنه يخرج لكي يضل الأمم في أنحاء الأرض. يعني برضو مهما حصل فيش فايدة فيه. على رأي المثل في الكتاب المقدس: إن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حمقة. هكذا كان الشيطان. والكتاب المقدس يتكلم عن هلاك الشيطان في أكثر من موضع. على الأقل في رؤيا 20 آية 10 يقول: وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. آمين. وموضع ثاني في متى 25 من آية 31 للآخر يتكلم الإنجيلي عن مجيء السيد المسيح وجلوسه على كرسي مجده، وتأتي أمامه جميع الأمم، يجعل البعض عن يمينه والبعض عن شماله بالآخر. فيقول للذين على الشمال: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. يعني في نار معدة، يبقى فيش خطة للخلاص. أنت يعني رجائي ليك إنك لا تشفق على الشيطان، ما تخافش أبدا عليه، لأن هو نفسه لا يشفق عليك، ولو طالب ما يتأكش. وإذا خلص الشيطان يبقى لا يهلك أحد.
يقول هل من ممكن أن يعدل الشيطان مساره إلى الخير؟ لا مش ممكن، مثل إنسان التائب سيظل إلى آخر هذا الدهر الحاضر. يعني إمتى هتيجي نهاية الدهر الحاضر؟ لما ضد المسيح الأنتي كرايست، لما يجي وقال عن الكتاب في التسالونيك الثاني إصحاح 2 المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله، لما يجي هيعمل آيات وقوات وعجائب بقوة الشيطان. يعني الشيطان هو اللي هينهضه وهو اللي هيأيده وهو اللي يقويه وهو اللي هينشر له رسالته بكل قوة الشيطان وبكل خديعة الاسم في الهالكين. هذا يأتي المسيح في المجيء الثاني ويبيده بنفخة فم، فهيفضل للآخر مقاومة.